إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري، ما جعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية مقدمة الدماء والتضحيات، باذلة كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع. حين كانت الحرب فكنا مقاتلين، وكان السلام فكنا له مبادرين. لم نخزل أمتنا العربية ولن نخزلها أبدا، واليوم ونحن في قلب تطورات شديدة الخطورة وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها، الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أوسلو والمبادرة العربية للسلام ومقررات الشرعية الدولية، إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار وإلى صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم. صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق. وإدراكا مني ويقينا بأن كل صراع لا يؤول إلى السلام هو عبث لا يعول عليه، فإنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فوراً للمسار التفاوضي، تجنباً لحرائق ستشتعل فلن تترك قاسياً أو دانياً إلا وأحرقته. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط، وأؤكد بشكل واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ وأؤكد بشكل واضح أن سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية. فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه، بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا، آملين بأن تعلو أصوات السلام لتكف صرخات الأطفال وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات، ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فوراً، والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير. وأؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم ويجب على المجتمع الدولي اليوم
أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. السيدات والسادة، الحضور الكريم، إن مصر بجيشها وشعبها يصيغون على مدار عقد كامل صيغة للمستقبل. منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين وواجهوا معا قوى الشر والظلام التي أرادت أن تطفئ نور الوطن، وكانت إرادة الله أن يظل نور مصر باقيا ليفيض على العالم بالسلام والمحبة، واجهنا الإرهاب والترويع، استعدنا بناء المؤسسات، واجهنا التحديات بالتنمية والبناء، وسنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة وباصطفافنا الوطني، عاقدين العزم أن تظل مصرنا العزيزة في صدارة الأمم، وأن ينعم شعبها بحياة كريمة تليق بها وبجيش مصر وشعبها. وبالله من قبل ومن بعد، ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خلصت الكلمة، واسمحوا لي إن أنا أتحدث معكم كالعادة يعني. اللي هو محمد لو سمحت اعمل جنب السلاح. مجموعات الأرض العسكري جنب سلاح. مرة تانية بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أقول لكم أمر مهم جدا. الأمم بتصمد مش بس بقيادتها، الأمم بتصمد بشعبها وبقيادتها. وبالتالي أمر مهم قوي إن إحنا نبقى واخدين بالنا من التحديات اللي موجودة في منطقتنا. وأرجو منكم جميعا يعني شوفوا وراجعوا وتابعوا الأوضاع اللي موجودة على حدودنا الغربية، وعلى حدودنا الجنوبية، وعلى حدودنا الشرقية الآن. هتجدوا دايما إنها لحكمة لا نعلمها مشتعلة. وأنا عايز أقول للمصريين البسطاء، لما يكون لك جار بس عنده مشكلة صغيرة أنت بتتأثر بيها، تصور بقى لو الجار ده البيت بتاعه مشتعل، البيت بتاعه مشتعل، فالبيوت حوالين مننا مشتعلة كلها. لكن شاهد إرادة ربنا سبحانه وتعالى أن تظل مصر آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة. يمكن تكون في صعوبات وفي تحديات موجودة، لكن الأمر المهم إن نحن نفضل ثابتين وصامدين، ومش بس كده، وآملين ومتفائلين بالله سبحانه وتعالى. عايز أقول لكم، والكلام ده أنا يمكن كررته كتير، مصر بتدير سياستها بشكل يعني يهدف في الأمر في الأول وفي الآخر إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون. دي سياستنا منذ يعني مش بس حتى عشان أكون منصف، مش بس حتى في الفترة اللي احنا تولينا فيها المسؤولية، لا حتى قبل كده. وكنا دايما حريصين على ان احنا يعني لا نتطلع ابدا خارج حدودنا، يعني حدودنا اللي احنا موجودة
منذ مئات وآلاف السنين لمصر، هي الحدود القائمة، ولم يكن لمصر أبدا تطلعات لتجاوز هذه الحدود أو الطمع في حدود أو في أرض أو في قدرات الآخرين. كنا دايما راضين باللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاه لنا وبنعمل بيه. المرحلة اللي احنا موجودين فيها مرحلة صعبة جدا، وانا مش عايز اقول كلام كتير، اكيد انتم متابعين كل شيء، واحنا بنبذل جهد كبير جدا جدا لاحتواء التصعيد اللي موجود والاقتتال اللي موجود، وبنحاول نصل الى وقف الاقتتال وايضا التخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. واتصالاتنا لا تنتهي، احنا بنكلم الجميع، القادة والمسؤولين، وهم كمان بيكلمونا، الكل مهتم، واحنا حريصين على ان احنا المساعدات سواء كانت طبية او انسانية في الوقت الصعب ده تصل الى القطاع. انا بقول كده للناس كلها عشان في الفترة اللي احنا موجودين فيها ديت بيتردد كلام كتير وبيبقى فيه شائعات وفي مغرضين، فانا حبيت بس اكد لكم ان احنا مش ساكتين وبنتحرك مع اشقائنا قادة الدول العربية وايضا مع اصدقائنا وحلفائنا من اجل ايجاد حل لهذا الموضوع. مش عايزين زي يمكن ما تقال يعني العاطفة، طبعا طبعا نحن متعاطفين، لكن خلي بالكم عايزين واحنا بنتعاطف نكون دايما بنتعامل يعني برضو بعقولنا عشان نصل الى يعني الى السلام والى الامان بشكل يعني لا يكلفنا الكثير، لا يكلفنا الكثير. ده مش معناه ان احنا مش عايزين نتكلف، لا، احنا بنقول احنا مستعدين نتكلف في اطار قدراتنا وفي اطار امكانياتنا، واحنا لم نسبب مشكلة لحد، بل بالعكس احنا بنتكلم وعندنا 9 مليون من الضيوف، انا زي ما بقول من دول كتير قوي جم هنا مصر عشان الامن والامان والسلم والسلام. لكن بالنسبه للقطاع انا بقول ان الخطوره هناك خطوره كبيره قوي، لانها تعني تصفيه القضيه ديت، تصفيه القضيه ديت. فمهم قوي ان احنا نبقى منتبهين لده. انا قلت الاول الرقم والناس اللي موجوده واللي احنا استقبلناهم عندما كان الامر يتعلق بمشاكل يعني امنيه في بلاد هؤلاء الضيوف يعني، انما الامر هناك مختلف. القضيه دي قضيه القضايا وقضيه العرب كلها، ومهم ان شعبها يفضل صامد ومتواجد على أرضه، وإحنا هنبذل أقصى جهد. عشان نخفف عنه. هنا بالنسبة للمصريين أنا عارف إن التحديات بقالنا تقريبا من 2011 والظروف صعبة ومن أزمة لأزمة، لكن عزائنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيسلم البلد ديت من كل شر وسوء، وكان الأمر مرتبط مش هقول بحاجة بسيطة، حياة وتكلفتها، لكن في فرق كبير جدا بين تكاليف حياة
وبين إهدار حياة، بين تكاليف حياة ممكن تبقى غالية علينا وبين إهدار حياة وخراب دول. مصر هتفضل بفضل الله سبحانه وتعالى باقية صامدة قادرة بيكم انتم، ومحدش هيقدر، محدش يستطيع المساس بمصر إلا من خلالكم. لكن قدرة مصر على تأمين نفسها وحماية نفسها بفضل الله سبحانه وتعالى كافية، لكن شعبها كمان، شعبها كمان هو كمان مسؤول معانا على حفظ مصر وأمنها. اوعوا حد يزين لكم او يفتنكم ويخليكم يعني كفاية خراب الدول الأخرى. مش عايز أطول عليكم أكتر.